السلام عليكم ورحمة الله. قلل وزير الخارجية عبد الملك المخلافي من أهمية جولة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الإقليمية لتفعيل مشاورات السلام في البلاد. المخلافي قال إن جولة ولد الشيخ لن تحقق أهدافها في ظل رفض جماعة الحوثي وحليفها المخلوع كل الجهود الدولية، مؤكدا أن المشكلة ليست لدى المبعوث الدولي ولا الحكومة الشرعية، وإنما في عدم استجابة الانقلابيين لجهود السلام. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: جديد زيارة ولد الشيخ والأفكار التي سيتم مناقشتها مع الحكومة، ما هي فرص تحقيق تقدم على المسار السياسي في هذه اللحظة. مرة أخرى يعود المبعوث الأممي إلى المنطقة لبحث فرص السلام في اليمن. مصادر تحدثت أن ولد الشيخ قد يحمل معه أفكاراً لهدنة بمناسبة شهر رمضان يتم تكريسها لبحث ملف المختطفين والمخفيين لدى سلطات الانقلاب، ومن المحتمل بحسب المصادر أن يبحث ولد الشيخ أيضاً معركة الحديدة المرتقبة ومساعي إيقافها. خلال المرات السابقة عاد ولد الشيخ من زيارته دون اللقاء بمسؤولية شرعية أو دون تحقيق أهداف الزيارات تلك، فيما يبدو استباق وزير الخارجية لهذه الزيارة وتقليله من أهميتها موقفا بأن الحكومة لا تعول على جهود المبعوث الأممي. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. لم تبدأ الجولة الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة في موعدها المحدد، فبحسب مصادر مطلعة فإن زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض للقاء الحكومة كانت مقررة الأحد، لكنها تأجلت دون أسباب واضحة، فيما يرى مراقبون أن هذا التأجيل قد تكون له علاقة بالأجندة القديمة للجولة الأحدث للمبعوث الأممي إلى المنطقة. اللقاءات المرتقبة لولد الشيخ مع الحكومة في الرياض إن تمت فسوف تلحقها لقاءات مع ممثلين للطرف الإنقلابي في مسقط، بعد أن تعذرت زيارته إلى صنعاء بسبب التعقيدات الكثيرة التي يضعها الإنقلابيون أمام مهمة المبعوث الأممي. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي هو من تحدث عن جولة إقليمية سيبدأها ولد الشيخ لتفعيل مشاورات السلام المتعثرة، لكنه قلل من أهمية هذه الجولة وقال في تصريحات صحفية إنها لن تحقق أهدافها في إحلال السلام، لأن المشكلة في نظر الوزير المخلافي ليست لدى المبعوث الدولي ولا الحكومة الشرعية، وإنما في عدم استجابة الإنقلابيين لوسائل السلام. مصادر صحفية أشارت في هذا السياق إلى أن جهود المبعوث الأممي ستسعى إلى التشاور حول هدنة إنسانية تبدأ في الأول من رمضان تعقبها مفاوضات سياسية. المصادر الصحفية ذاتها أوضحت أن الهدنة ستكرس للتفاوض حول إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قبل إجازة عيد الفطر. محاولة أممية تستبق الزيارة الخارجية الأولى من نوعها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي من المنتظر أن تشهد وفقاً لأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني تنسيقاً مشتركاً بين دول الخليج وواشنطن في مكافحة الأنشطة البحرية الإيرانية المخالفة واعتراض الأسلحة المهربة للحوثيين في اليمن، وستركز بشكل رئيسي على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أحمد عوض بن مبارك. سعادة السفير مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا، أهلا بك. في البداية سعادة السفير، هل لديكم إحاطة كاملة بما يحمله ولد الشيخ هذه المرة في جولته المرتقبة؟ والله لم يعلن تفصيلا من قبل المبعوث الأممي أو مكتبه أي تفاصيل جديدة حول جولته القادمة، لكن بالتأكيد نحن في الحكومة الموقف الرسمي اليمني هو مع أي جهود تبذل من قبل المبعوث الأممي باتجاه تحقيق السلام في اليمن، باشتراط أنها تكون متسقة ويعني متطابقة مع المرجعيات الثلاث التي دأبت الحكومة اليمنية على التأكيد على أنه لا حل سياسي في اليمن إلا بالاستناد إلى هذه الثلاث مرجعيات، وأنه لا يمكن القبول مطلقا بأي شكل من الأشكال بأن تبقى أي ميليشيا مسلحة مستفيدة ومسيطرة على أي بقعة في اليمن، وأن تفرض أمر واقع على هذا الأساس. بالتالي أي سلام يقود إلى تحقيق سعادة الدولة ويعني سيطرتها على كامل التراب اليمني والعودة للعملية السياسية حيثما توقفت قبل الانقلاب، أعتقد هذه قضايا ستتعامل معها الحكومة الشرعية بشكل إيجابي، رغم أنه في المشاورات الكويت
قدمت الحكومة اليمنية تنازلات كبرى فيما يتعلق بالقبول بأفكار تستند إلى 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 مجموعات الثلاث ولا تتطابق معها. نعم. ومع ذلك رفضت الميليشيا تلك الأفكار وتلك الورقة، ويعني فوتت فرصة كبيرة للسلام. كنا يعني إن تم التوافق عليها كانت ستقود إلى يعني تخفيف العبء على أبناء الوطن في كل مكان. نعم، خلال الفترة الماضية لم يحدث أي تواصل مثلا من قبل الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الأممي سعادة السفير من أجل الوقوف على النقاط التي سيحملها ولد الشيخ معكم؟ يعني المبعوث الأممي ومكتبه مستشاري ونائبه يعني دائما التواصل مع كل الأطراف، مع الحكومة اليمنية ومع أطراف إقليمية ودولية كثير، يعني باتجاه يعني الاستماع للملاحظات ونصائح من أين نبدأ، وهذا الأمر مستمر يعني لم يتوقف لحظة. لكن لم نطلع على أي أفكار جديدة، نعتقد أنها تهيئ لأرضية يمكن البدء لها لحد اللحظة. أنا أعتقد الإشكالية كما قال معالي وزير الخارجية أنه الإشكالية ليست لدى المبعوث الأممي ولا ليست لدى الحكومة الشرعية، ولكن الإشكالية الرئيسية ما يعني ما سيقبل به ما سيقدمه الانقلابيين، خاصة بعد كل التطورات الأخيرة التي حصلت. نعم. في الميدان بعد ما يعني تتذكر احنا في كل جولة فرص يعني فرصهم تكون أكثر، يعني في الجولة الأولى في جنيف كانوا يسيطروا على معظم الأرض اليمنية، في الجولة الثانية فقدوا قدرة أكبر، في الكويت أصبحت حكومة شرعية تسيطر على 75% من الأرض، اليوم نتكلم عن 80% وأكثر من الأرض. فنعتقد أنه يعني لكن بالمقابل يعني كل يوم هو معاناة إضافية على أبناء شعبنا، هو يعني مزيد من الاعتقالات، مزيد من المعاناة الإنسانية، مزيد من المتاجرة بمعاناة شعبنا. نعم. هذه النقطة الرئيسية التي أعتقد يعني تؤلمنا جميعا، لكن نعم. غير ذلك فنعتقد أن الانقلاب إلى زوال وفرصه في البقاء. نعم. يعني تتلاشى بشكل كبير. نعم، سعادة السفير مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، كان هناك أيضا تصريح لبعض المسؤولين في الخارجية الأمريكية ناثان تيك على ما يبدو تحدث بأن هناك دعم مباشر للشرعية في اليمن من قبل إدارة ترامب الجديدة، باعتقادك هل هناك فعلا جهود حديثة ستدعم الشرعية للضغط على الانقلابيين للقبول بأي حل سياسي ينهي هذه الأزمة؟ أنا سبق لي وأن صرحت يعني مباشرة مع قدوم الإدارة الجديدة أن هناك مقاربة جديدة في العاصمة واشنطن باتجاه المنطقة. نعم. هناك ملامح رئيسية لهذه المقاربة هي أكثر إدراكا لطبيعة تهديد الخطر الإيراني على المنطقة وما قام يعني ما تم خلال الفترة الماضية، هي أكثر قربا لتفهم يعني طبيعة مشاكل المنطقة ومصالحها كذلك في المنطقة. نعم. هي أكثر يعني إدراكا لطبيعة التهديد على الملاحة الدولية، لذلك كل التصريحات كل ما سمعناه من مختلف عناصر الإدارة هنا هو التأكيد أنه لا يمكن السماح بنشوء حزب الله جديد في اليمن، لا يمكن السماح لإيران بأن تنتصر في اليمن. هل سيترجم هذا سعادة السفير، هل سيترجم فعلا بضغوط حقيقية تمارس على الانقلابيين؟ أنا أعتقد أن طبيعة الإشارات الواضحة والقوية التي أرسلت من الإدارة بشكل صريح للحظة أنا أعتقد ساعدت بشكل كبير جدا في فهم طبيعة التغيير في الموقف الدولي. أحد أهم القضايا السابقة يعني التي كنا ننبه لها ومع الأسف تمت، قلنا أنه المحاولات الجدية من قبل المجتمع الدولي لتحقيق السلام غالبا ما يتم قراءتها بشكل سلبي أو بشكل مغلوط من قبل الانقلاب في صنعاء. يعني بعد الكويت شكلوا المجلس السياسي، بعد لقاء كيري بهم في عمان شكلوا الحكومة ما يعرف بحكومة الإنقاذ. فقلنا ان الانقلاب يقرا خطا اي جهود يعني ايجابيه من قبل المجتمع الدولي باتجاه تحقيق السلم، لذلك لابد ان ترسل الاشارات الصحيحه بان المجتمع الدولي موحدا لا يمكن له ان يقبل مطلقا بان يتعامل مع ميليشيا او ان يقبل بوجود انقلاب على الشرعيه السوريه في اليمن. وهذا ما نلحظه للحظه الان ان هذه الرساله السياسيه وهذه الجهود الدولية هي بهذا الاتجاه، وإن كنت لاحظتم طبيعة التصريحات الأخيرة ليس فقط
من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتى من دول أعضاء في مجلس الأمن من الدول الخمسة الكبرى. وأعتقد هذه الرسالة مهمة جدا، لأن كان هناك اعتقاد بأنه حصل اختراق في الموقف الدولي، وأن هناك على حساب اعتراف بالأمر الواقع وغير ذلك من التفاصيل. لكن أنا أعتقد الرسائل التي تتكرر من أطراف مختلفة تؤكد أن هذه القراءة غير صحيحة. بالإضافة إلى موضوع يعني التقدم في الأرض والثبات والسيطرة في المحافظات المحررة وتقديم نموذج أفضل للدولة وخدمة الناس، كل هذه عوامل يعني ترسل رسائل إيجابية يجب استثمارها والبناء عليها. نعم، استباق وزير الخارجية سعادة السفير لهذه الزيارة لتأكيد أنه لن يكون لها أهمية طالما بقيت المشكلة في رفض الانقلابيين، هل يشير إلى أن الحكومة لن تتعامل مع زيارة ولد الشيخ؟ لا، نحن دائما يعني الحكومة يعني منفتحة، الحكومة يعني تدعم كل الجهود، لأنه هذه الحرب لم يعني فرضت علينا، لم تكن خيارنا، خيارنا هو السلام، خيارنا هو المضي باستكمال المرحلة الانتقالية ووضع اليمن على اعتاب مرحلة جديدة. نحن يعني وبشكل متسق نؤكد أنه أي جهود إيجابية تقاد من أي طرف سنتعامل معها بشكل إيجابي، لكن شرطنا الرئيسي أن هذه الجهود يجب أن لا تخرج عن المرجعيات التي تم التوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا. نعم. وبالتالي أي قراءة أو مقاربة يعني للقفز على هذه المرجعيات بالتأكيد لن يكتب لها النجاح، لأننا لا نريد أن نكرر تجارب سابقة يعني مكنت الحوثي من الحصول على كل ما يريد دون أن يعطي أي شيء بالمقابل. نعم. لذلك مهم، أعتقد أصبح هناك إدراك كبير جدا ليس فقط لدينا، المسألة واضحة، ولكن حتى بالنسبة للإقليم وللمبعوث الأممي أكثر من يعني واضحة جدا. والدلالة على ذلك أنه بمجرد ما أعلنوا الحوثيين وصالح جماعة صالح يعني قبولهم بما عرف بأفكار كيري أو المبادرة السابقة، عندما طلب منهم أن يقدموا رؤيتهم للإجراءات الأمنية كيف ستنفذ الخطة الأمنية لم يتقدموا بأي شيء. نعم. وبالتالي لا يمكن التعاطي، وهذا ما حصل مع اتفاق سلم الشراكة كما تعلمون، يعني حصلوا على شكلة حكومة برعايتهم واستجابة لرغبتهم واستفادوا من كل المراحل دون أن ينفذوا أي فقرة في الملحق الأمني. نعم. ونفس الشيء في لاحقا. فبالتالي أنا أعتقد هناك إدراك الآن لدى المجتمع الدولي بالإضافة إلى التأكيد الحكومة أنه يعني لا يمكن المضي في أي مشاورات أو حل سلمي إلا يكون هناك التزام وضمانات حقيقية. نعم. باتجاه يعني تنفيذ المقاربات الأمنية. نعم، سعادة السفير أودعك بسؤال أخير فقط، مبادرة كيري هل هي أصبحت صفحة وانطوت لا يمكن أن تعاد وتنتج مرة أخرى؟ ليس هناك حديث مطلق حول هذا الأمر مجددا. نعم. يعني موقفنا الرسمي الحكومي واضح تماما في هذا الأمر، لا جدال في هذا ولا يمكن التغير نحوه. لكن حتى على مستوى حتى في العاصمة هنا دي سي لم نعد نسمع أبدا حول أي شيء حول تلك الأفكار. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في الولايات المتحدة، كنت معنا من واشنطن. وينضم إلينا الآن من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. يا مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. جولة جديدة لولد الشيخ في المنطقة، من المقرر أن يبحث فيها هدنة بمناسبة رمضان. بحسب المصادر الحكومة تقول أو تعتقد بأن هذا المطلب لن يجد طريقه للتحقيق فعلا، خاصة مع رفض الانقلابيين وعدم التعامل بالشكل الجدي مع أي مبادرة تطرح. ما رأيك أنت؟ أنا في اعتقادي أن احنا في اليمن الآن موضوع لا حرب ولا هدنة، يعني لن يتغير أي شيء في الواقع ولن يكون هناك أي هدنة أو حرب. على سبيل المثال الحديدة ما زالت لم تحرر إلى يومنا هذا، المبعوث الدولي يجب أن يتحرك، وهذا شيء من عمله، لكنه لا يغير أي شيء في الواقع في وجهة نظري. هو فقط يريد أن يعيد المسألة اليمنية إعلاميا، ولكن حقيقة لا يوجد أي شيء يستطيع القيام به، كون ميليشيات الحوثي وصالح تتعنت ولا تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها وتمنع دخول الأدوية والعلاج إلى المناطق التي تحاصرها.
لا أدري ما الجديد الذي سيأتي به ولد الشيخ، لكنه عمل روتيني ما يقوم به الآن كونه المبعوث السلام الأممي في اليمن، ويجب أن يقوم بهذه التحركات لكي في وجهة نظري يحافظ على عمله. لكنه هل سيغير في الواقع؟ لا أعتقد أن ذلك سيغير في الواقع، ولن يغير في الواقع. نعم، مصادر تحدثت سيد إبراهيم أن ولد الشيخ سيبحث موضوع معركة الحديدة المرتقبة، وهو في إطار مساعي لإيقافها، ويبدو أن المبعوث الأممي مصر هذه المرة على إيقاف هذه العملية. أنا في اعتقادي أن مبعوث يعني الأمم المتحدة اليمن هذه ليست من شؤونه وليست من تخصصه، يعني هناك قرارات دولية يجب على الميليشيا الحوثي وصالح أن تخضع لها. تحرير الأراضي اليمنية هذا من عمل الشرعي والقانوني للحكومة اليمنية، ويجب أن يكون واضح، يعني أن يطلب من المبعوث الأممي لدى اليمن أن يحدد موقفه من هذه النقطة. هل من حق الحكومة اليمنية تحرير أراضيها من أيدي الميليشيات، أم إنه يدافع على حقوق الميليشيات في البقاء على السيطرة على الموانئ وعلى الأراضي اليمنية؟ هناك تناقض شديد وخطير في هذا. حفاظا على المدنيين كما يصرحون سيد إبراهيم، لأن هناك ستحدث نكبة للمدنيين كما يقولون. بالعكس، النكبة هي موجودة اليوم، يعني من نكب الشعب اليمني وأدخله في الحروب وأجوعه وأوصله إلى هذه الكارثة الإنسانية والأمراض هي ميليشيات الحوثي وصالح. فلذلك من الأفضل على يعني المبعوث الأممي أن يضغط باتجاه يعني تحرير المناطق اليمنية من أجل إنهاء هذا الكارثة الإنسانية والحروب والأمراض التي يواجهها الشعب اليمني بسبب هذا الانقلاب. إذا استمرينا يعني في هذا الحالة واستمرينا إعطاء الميليشيات فرصة السيطرة والقتل وإدخال الناس من مجاعة إلى أخرى، فهذه هي المشكلة الحقيقية. يعني يجب أن يكون واضح من هذه المسألة. تحرير الأراضي اليمنية هو إنهاء الكارثة الإنسانية، هو يعني إنهاء الحرب، لأنه بقاء الحديدة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح هو يعني إطالة أمد الحرب والفوضى، لأن هذا الشريان الحقيقي الذي تستمد منه ميليشيات الحوثي وصالح كل الأموال والدعم الذي يمكنها من البقاء في مواصلة الحرب وحصار المدن. فلذلك يعني مثلا على سبيل المثال محافظة مأرب التي تقع في أيادي الحكومة الشرعية ما زالت تمول العاصمة اليمنية المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح بالوقود وبالكهرباء. فلذلك لا يوجد هناك أي مقالق حقيقية من 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 من, من نعم. تحرير ميناء الحديدة، لأن الحكومة لن تمنع وصول المساعدات إلى الشعب اليمني في كل محافظاته حتى في صعدة. نعم. لذلك أنا أعتقد أن الحديدة أصبحت ورقة ابتزاز سياسي حتى من قبل المجتمع الدولي. فلذلك يجب على الحكومة الشرعية والتحالف الدولي سرعة تحرير هذه المحافظة، وهذا بحد ذاته سينهي الحرب. نعم، طيب سيد إبراهيم تفضل بالبقاء معنا. نشرك معنا في الحديث من الرياض مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيوفك الكرام جميعا. مرحبا بك أستاذ مختار. كان من المفترض أن يصل المبعوث الأممي للرياض اليوم الأحد، ما سبب تأخير وصول ولد الشيخ؟ بحسب المعلومات أنه كان من المفترض أن يصل اليوم، ولكن لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة سبب عدم وصوله إلى الرياض. ولكن أنا أعتقد حتى إذا وصل إلى الرياض ولم يكن بيده أي مشروع جديد أو خارطة جديد، فلن يكون هناك أي شيء جديد على الساحة، لن تكون هناك أي شيء سيتم عرضها لا على الطرف الشرعية الحكومة الشرعية ولا حتى على الطرف الآخر. يعني في آخر زيارة مكوكية قام بها لم يكن يحمل أي شيء، وحين رفض رئيس الجمهورية أن يقابلها هو بسبب أنه لم يكن لديه أي خارطة جديدة أو تعديل على الخارطة التي ما يزال حتى هذه اللحظة يصر عليها، والتي أعلنت الحكومة أكثر من مرة أنها لن تتعاطى معها لأنها تأتي مخالفة للقرارات الدولية، مخالفة للمرجعية الدولية. بالتالي حتى لو وصل اليوم أو غدا هو هناك محاولة لإقناع جميع الأطراف للدخول في هدنة خلال شهر رمضان المبارك، ويتم وقف إطلاق النار نهائيا خلال هذا الشهر الكريم، وبعد ذلك يتم استئناف المشاورات بعد شهر رمضان المبارك. وأعتقد أنه يتم التمهيد للعودة للمشاورات في دولة الكويت الشقيقة. نعم،
إذن القطيعة التي كانت حاصلة في الفترات الماضية مع ولد الشيخ وبالتفاوض مع الحكومة الشرعية وعدم قبول أي مبادرات يأتي بها ستستمر من وجهة نظرك؟ إذا استمر في التعنت وفي عدم إدخال التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وقدمها رئيس الجمهورية الإسماعيلي الشيخ أحمد، أعتقد أن الموقف هو نفس الموقف. أولا يجب علينا أن نعرف أن الحكومة الشرعية من حيث الأساس ومن حيث المبدأ لا تعارض الدخول في مشاورات أو في تسوية سياسية على ضوء المخرجات المتفق عليها، ولكن الورقة التي تقدم بها هي مقاربة للورقة التي تقدم بها جون كيري والتي رفضها الجميع والتي تتعارض مع المرجعية المتفق عليها، مع القرارات الدولية، مع مخرجات الحوار الوطني، مع المبادرة الخليجية، مع القرار الدولي 2016. بالتالي الرفض جاء من هذا المنطلق وليس من منطلق الذهاب إلى المشاورات. الحكومة حريصة كل الحرص من منطلقاتها، تنطلق من منطلقات إنسانية، من منطلقات مسؤوليتها أمام الشعب اليمني، أنها تبحث عن حلول آمنة، عن حلول لإنهاء الحرب وإنهاء الألم والوجع على أبناء الشعب اليمني الذي أصبح يعاني أشد المعاناة في هذه الفترة. بالتالي على إسماعيل الشيخ أحمد أولا أن يقنع الطرف الآخر بالدخول بمشاورات حقيقية وجادة، وبعد ذلك أنا لا أعتقد أن الحكومة ستكون عائق أمام جهود ولد الشيخ أحمد التي هي مثمنة والتي هي مقدرة من قبل الحكومة والتي هي تتعامل الحكومة معها بشكل إيجابي وبشكل محترم وتحترم التزاماتها أمام الحكومة. لكن كما قلت لك قبل قليل أنه إذا أصر على الدخول بمشاورات وفق الآلية والورقة التي تقدم بها، لا أعتقد أن الحكومة ستتعاطى معه أو تدخل معه أو تتعاطى معها بشكل إيجابي. نعم. طيب سيد مختار ابقى معي، أعود للأستاذ إبراهيم قعطبي. أستاذ إبراهيم، في ظل الوضع القائم الآن يبدو أن الجمود العسكري يعني هو سيد الموقف، كذلك أيضا المسار السياسي، إذن إلى أين تمضي الأزمة اليمنية؟ أنا في اعتقادي أنه الآن بسبب التعقيدات التي حصلت مؤخرا في عدن وتدخل الإمارات السلبي في المسألة اليمنية، ربما هذا يؤخر من أي تحركات عسكرية على الأرض، وربما بحاجة إلى نقاش جدي وحقيقي بين الحلفاء الرئيسيين وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مع حكومة الرئيس الشرعي هادي، بحاجة إلى خطط للتحرك على كل المستويات. تشكيل اللجنة الثلاثية التي رأسها نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر بمشاركة الإمارات والسعودية، ألم تكن هذه هي ما تريد القول فيه من أجل أن يعني أن تكون رؤية موحدة في هذا الشأن؟ الأهم ليس هذا، الأهم هو ماذا سينتج على من هذه اللجنة وعملها الحقيقي على مستوى الأرض. إذا لم تتفعل وتتحرك باتجاه حقيقي نحو أولا أن يجب أن يكون هناك اصطفاف شرعي وشعبي حقيقي على المستوى المحلي وفي جميع المحافظات اليمنية، يجب على الحكومة والرئاسة أن تقوم على هذا الشيء، أن تحركه، أو الثاني شيء الإعلام الدولي وأن تحركه من خلال يعني فضح جرائم الحوثي، القتل والألقام واختطاف المعتقلين، أن تظهر حقيقة هذه الميليشيا الإرهابية لدى المجتمع الدولي. ثالثا يجب أن يكون هناك تحرك في عدد من الجبهات. كانوا يتذرعون سابقا بأن نظام أوباما كان يحاول تأخير الحسم العسكري وكذا كذا، الآن لديهم يعني رئيس جديد ربما يفضل الحسم عن المماطلة يعني، فلذلك يعني نتمنى أن تكون يعني هناك شيء مثمر. نعم. من زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية بحيث ينعكس إيجابا على ما يجري في اليمن، فلذلك الحكومة الآن مطالبة بأي وقت مضى أيضا تطهير بعض الجيوب الفساد التي توجد في الشرعية. يعني الحكومة عليها واجب أخلاقي أكثر من أي مجموعة أخرى، لأنها هي المسؤول الحقيقي عن الشعب اليمني الآن والمسؤول الشرعي، فلذلك ثلاثة اتجاهات يجب أن تفعل إلى أقصى حد، وهي التحرك على الأرض، الاصطفاف الشعبي، والتحرك الإعلامي والحقوقي على المستوى الداخلي وأيضا الدولي. يعني يجب أن لا نظل يعني فقط فعل وردة فعل، وهذا لن يؤثر ولن يحرك أي شيء في العالم ولم يجلب لك حتى أصدقاء على المستوى الدولي، فلذلك هناك يجب أن يكون هناك تحرك واقعي على الأرض يلمسه الجميع ويدعمه الجميع. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك. وعودة أخيرة لمستشار وزير
الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، إذن كما يقول السيد إبراهيم القعطبي، ما الذي يقف حاجز أمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي من إنجاز حسم عسكري، لا سيما مع الدعم الواضح الآن من الإدارة الأمريكية الجديدة؟ هو بالفعل هناك موقف أمريكي جديد، هناك إدارة أمريكية جديدة تتعامل بإيجابية مع الملفات في الشرق الأوسط، ولكن أعتقد أن تعقيدات المشهد في الساحة العسكرية هو الذي يعني يؤدي إلى هذا التباطؤ أو عدم إنجاز مهمة تحرير العاصمة صنعاء. لكن أنا أعتقد في كل الأحوال أن التحالف العربي وكذلك القيادة الشرعية هي حريصة كل الحرص على تحرير باقي المناطق والمحافظات، ولكن هناك شيء لم يتم الإعلان عن السبب الحقيقي لعدم إنجاز التحرير والدخول إلى العاصمة صنعاء، وكذلك حتى معركة تحرير الحديدة التي هي بالفعل قد تم وضع الخطة العسكرية لها وهناك استعدادات كبيرة لها. ولا أعتقد أيضا أن ما حصل من أزمة بين اليمن وبين الإمارات أنها ستؤخر هذه المعركة، لأن الهدف الرسمي والهدف الكبير للتحالف العربي هو تحرير اليمن من الميليشيات الإنقلابية، وما دون ذلك تبقى أزمات يمكن حلها في إطارات داخلية داخل التحالف العربي وكذلك نعم. القيادة الشرعية للبلد. معركة الحديدة أستاذ مختار، سؤال أخير، هل هي ماضية وسيتم التحرير قريبا وفق الخطة التي أعلنت عليها الحكومة الشرعية والتحالف؟ لتأكيد أن معركة الحديدة هي معركة استراتيجية وماضية في طريقها، ولن يستطيع أحد أن يوقف هذه المعركة لأنها معركة هامة، وأعتقد أنها هي من ستخنق الإنقلابين وهي التي ستجعلهم يرضخون لتقديم تنازلات حقيقية منها نزع الأسلحة وانسحابهم باقي المناطق والدخول أيضا بمشاورات جدية وفق المعطيات الجديدة على أرض الواقع. الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض، والشكر أيضا لسفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك، كان معنا من واشنطن، والشكر أيضا للمحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كان معنا من نيويورك. الشكر أيضا لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، السلام عليكم ورحمة الله.